مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. طقس صيفي اعتيادي، درجات الحرارة حول معدلاتها، أيضا نشاط للرياح بحيث تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية، ولكن الأجواء لطيفة أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء لطيفة، درجات الحرارة الصغرى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، الصغرى المتوقعة في عمان 19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة حول المعدل أو أقل من المعدل تقريبا بدرجة إلى درجة، العظمى المتوقعة 30 والصغرى بحدود 22. أجواء صيفية عادية نهارا، لطيفة ليلا، وبتستمر الأجواء أيضا صيفية عادية نهارا لطيفة ليلا يوم الاثنين، مع حدوث ارتفاع قليل على درجات الحرارة. يوم الاثنين بتكون قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى المتوقعة 32 والصغرى 23، بينما يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة 34 والصغرى 24. فيوم الثلاثاء أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى، نبدأ في المناطق الشمالية. إربد 33 العظمى والصغرى 22، عجلون 31 21، جرش 33 24، المفرق أجواء مغبرة 34 إلى 21 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى، البلقاء 31 23، مأدبة 30 22، عمان 30 22، البحر الميت أجواء حارة 38 إلى 30، والزرقاء أجواء مغبرة وحارة نسبيا 34 22 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 32-22، الطفيلة 30-21، الشراه 29-19، العقبة أجواء حارة 40-26، ومعان الأجواء مغبرة وأيضا حارة نسبية 35 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية، أجواء حارة نسبيا ومغبرة، وخاصة في فترة ما بعد الظهر والعصر بسبب نشاط الرياح التي تثير الغبار والأتربة، العظمى المتوقعة في الأزرق 38 والصغرى 22، الصفاوي 38-22، والرويشد 38 إلى 23 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع